امشي بقى تستعبط على امي. حبيبتي. نعم. هو انت اللي ماسكه المنطقه هنا؟ طب ينفع تقولي لي انهو عربيه ليه مش تتحرك النهارده خالص؟ هو النهارده الحد. تمام. عربيه استاذ محمود. استاذ محمود قاعد في البيت ما بيتحركش. طب فين العربيه بقى؟ اهي هي دي. طب تمام، شكرا. نعم. اندومي شيف امنيه، بعمله حلو قوي وطعمه جميل قوي. اندومي الكاري بالفراخ. يلا اندومي، اندومي شيف امنيه. يلا اشتري اندومي من الشيف امنيه، بعمله حلو قوي ولذيذ. امنيه تاكلي اندومي يا زوزو؟ ماشي يا ماما. خلاص عينك لك من اندومي. يا صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا طنط. اولا ايه الحلاوه دي كلها؟ ربنا يخليك يا طنط. اول مره اشوف حد بيبيع اندومي بالقمر ده كله. شكرا يا طنط، ربنا يخليك. طب بقى عايزه اعرف، زي ما انتي نظيفه كده في منظرك، نظيفه في حاجتك ولا لا؟ تمام يا طنط. ميتك نظيفه والاندومي بتاعك كمان نظيفه. عايزين اتنين اندومي بقى. من اندومي؟ بالفراخ؟ ماشي، اعملي لي زي ما انتي عايزه. ماشي يا طنط. يلا جهزي لي بقى اتنين على ذوقك كده. اتفضلي. ينفع نقعد هنا عادي؟ اتفضلي. يا نانا اتفضلي اقعدي. ماشي. بقى حلوه قوي على فكره. بس كنت عايزه اسالك سؤال. نعم. هي العربيه دي تبعك؟ لا يا نانا. طيب استاذنتي من صاحب العربيه ولا لا؟ لا انا ما اعرفش صاحب العربيه. طب مش المفروض ان انت الاول تستاذني من صاحب العربيه قبل ما تحطي عليها الاندومي بتاعك؟ ما يا طنط، في واحدة كده طفلة ماسكة الشارع ده، فأنا قلت لها هي العربية دي هتمشي، أنا عايزاك تلاقي لي عربية مش هتمشي النهاردة. فقالت لي العربية دي صاحبها أخد أجازة النهاردة مش هيتحرك بيها. طب ماشي، افرضي صاحبها بقى ده جاله مشوار مفاجئ ونزل شاف عربيته كده، عارفة لو دي عربيتي وأنا نزلت لقيتها كده ممكن أعمل إيه؟ إيه يا طنط؟ ممكن أزعقلك وأضايقك في حياتك، ينفع؟ لا يا طنط. فهو ممكن يعمل كده، فانا مش عايزاكي تضايقي نفسك، فانت ممكن تفرشي على الرصيف احسن لك. او مثلا انا لاحظت الكراتين دي، ليه ما تحطهاش جنب بعضيها وتحطي عليها الاندومي بتاعك؟ ما بصي يا طنط، هي فكره حلوه قوي، بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا طنط. اتفضلي يا حبيبتي. انا بجيب تلات كراتين، لما بفرش الاندومي على العربيه الناس بتشوف الاندومي، فانا بخلصهم في ساعه واحده، تلات كراتين في ساعه واحده، لكن لما بحطهم في الشارع ولا واحده بتتباع يا طنط، عشان الناس مش شايفينها. بصي، وانا نصحتك، عايزه تقبلي النصيحه من حد كبير، وانا زي اختك الكبيره او ماما، زي ما تحبي براحتك. ما انا بيها ساعه واحده مش هيلحق يشوفني يا طنط. اللي انت عايزاه. طعمه جميل قوي يا ماما. لا لا شكرا. بكام الاندومي بقى؟ الواحد يا طنط ب15 عشان اعمله. ماشي يا قمر. طب بصي اتفضلي 30 جنيه معاكي. شكرا يا طنط. شكرا يا قمر. انت جميله ونظيفه وقمر وكل حاجه زي فيكي زي القمر. ربنا يخليك. اندومي يا امنيه. انا عايزه واحد، انا جعان. عايزه واحد اعمله لك؟ ماشي. 15 جنيه. هو مش عايزه انت تفرشي على العربيه؟ طب اديني واحد ببلاش. صح كلامك صح. طب ماشي 10 جنيه بس. خلاص تمن العمايل انا مش هحسبهولك. انا جعانه عايزه واحد، مش انا ستك كنت تفرشي على العربيه؟ اديني واحد بقى ببلاش. لا ما ينفعش ببلاش. 10 جنيه حلو، تمن العمايل ما حسبتهوش. انت عماله تبيعي من الصبح وانا شايفاكي وانت بتبيعي. بس ما ينفعش تدولي ببلاش برضه. مش هترضي تديني؟ لا. ماشي ماشي، اعملي اللي عايزاه. اندومي اندومي شيف امنيه وبس، انا بعمله حلو قوي. عادي يا شباب. اندومي الله يا ماما، انا عايزه اندومي. ما انا عامله اكل في البيت يا حبيبتي. لا يا ماما انا بحب الاندومي يا ماما، انا عايزه اندومي.
ماشي. ممكن يا حبيبتي تجيب لها واحد اندومي؟ اه طبعا يا طنط. اعملك انت كمان؟ لا واحد بس، انا مش بحب اكل بره. بجد؟ اه ماشي يا طنط. اقعدي. ريحته حلوه قوي. اه دوقي كده يا صفا، قولي لي حلو ولا لا. ايه رايك؟ الله يا ماما طعمه جميل قوي. ماشي كل يا حبيبتي. ترجع بكلامك؟ ممكن تديني واحد؟ اصل ريحته حلوه قوي. ماشي يا نانسي اتفضلي. عجبك؟ اه ريحته حلوه قوي. طعمه حلو قوي. انا كل يوم هجيب صفا وافطر عندي. ماشي يا طنط، ده المكان بتاعي انا على طول ببيع هنا. حلو قوي. هو انت بقى يا حبيبتي عامله مطعم متنقل؟ جايبه كراسي وجايبه ترابيزه وجايبه الكاتل وجايبه الاندومي؟ مش متنقل يا طنط، انا ببيع هنا على طول. لما تبقى عايز تاكلي اندومي تعالي هنا على طول. يعني اجي كل يوم هلاقيكي هنا؟ اه ده المكان بتاعي. خلاص ماشي هجيلك كل يوم، النوم حلو قوي. الحق يا استاذ محمود. ايه يا مك في ايه؟ واحده فرشه اندومي على عربيتك وعماله تبيعه وبتخربش في العربيه. خربش عربيتي؟ اه. يعني ايه بتبيع اندومي على عربيتي الاول؟ مرصصه اندومي على العربيه وبتبيعه وعماله تخربش في العربيه. خلاص روح انا جاي وراك، ما تقولهاش انت قلتيلي. حاضر. روح يلا جاي وراك. انا رحت قلت للاستاذ محمود عشان انا قلت لها هاتي واحد اندومي افطر وهي ما رضتش. استاذ محمود هيجي يزعق لها دلوقتي ويرمي لها حاجتها في الشارع وهيراضيني انا. الله اتفضل. شوف يا اسلم ايدك، اسلم ايدك والله. ريحه الاندومي تحفه. ايه الحلاوه الطعامه دي؟ شكرا يا عم. ايه ده بقى؟ ايه اللي انت عاملاه العربيه ده؟ مش فاهم ايه اللي انت عاملاه ده؟ في ايه يا عم؟ ايه اللي انت عاملاه دوت؟ فرشه العربيه اللي مين اللي قال لك؟ استأذنتي من مين؟ يا عم انا ساعة واحدة وهمشي. يعني ايه ساعة واحدة وهتمشي؟ يعني مش فاهم. هتستخف دمك ولا ايه؟ هي دي عربيتك يا عمو؟ هتستخف دمك عليا؟ انت بتستعبطها بنت شكلك. يا استاذ استاذ. يا عم استنى بس. ثواني بس يا عم. مين قال لك فرشي هنا؟ انا انت استأذنتي مني؟ لا يا عم. بتفهميني؟ انا ساعة وهمشي يا عم. حلوه ساعة وتمشي بقى، تستعبط على امي. ساعة وهتمشي، نص ساعة وهتمشي. يعني ايه ساعة وهتجنني؟ يا استاذ الطفلة دي طفلة. ماشي واحدة واحدة. واحدة واحدة لسه صغيرة. لو سمحت ليه ترمي لها حاجتها اكل عيشها بس؟ يا عم هتبوظ لي الدنيا العربية يا عم. دلوقتي لو سمحت. لو عيال حضرتك بيغلطوا في البيت والعيال كلها بيغلطوا، حضرتك بتنصحهم ولا بتزعق لهم؟ يا عم وانا فيا دماغي يا عم. قول لي يا عم انا فيا دماغي الكلام ده كله يا عم. بتنصحهم ولا بتزعقهم يا عم؟ طب ما تنصحها يا جمال. يا عم فكك مني يا عم، فكك مني. واحدة واحدة يا استاذ. إيه واحدة واحدة. ايه يا استاذ الاسلوب ده يا استاذ؟ بالله عليك خليك في حالك. ايوه بتتكلم باعصاب هاديه عشان مش عربيتك. لا لو اي حاجه في العربيه انا اصلحها لك على حسابي. صلحها لي. يلا بنت يلا بي يلا بنت. يا عم ما تزهقنيش يا عم. انا هلم لك الحاجه دي لو سمحت. لو سمحت انا هلم امك. يعني ايه هتلم لي حاجه؟ مش فاهم انا. خمس دقايق ومش هتلاقي الحاجه دي على العربيه. يا عم نص ساعه هرجع. لو لقيت الحاجات دي على العربيه هدغدغها وانتوا معاها انتوا كمان. ماشي يا بطل. بطل يا عم. ماشي يا عم هوجن. ماشي. يا عم انت هتردوا عليا يا عم وتضايقوني. يا عم خلاص بقى هتتكلم بالراحه في ايه؟ انت اسلوبك وحش اصلا. يا عم النبي ايه المطعم بتاعكوا ده ولا ايه؟ يا عم النبي التكيه بتاعتكوا دي. يا عم خلاص قول خمس دقايق. افكر التكيه بتاعتكوا. خلاص يا هوجن خلاص يا عم ما تزهقناش يا عم. يا عم قلت لك ربع ساعه خلاص. خلاص يلا نص ساعه وهرجع وهدغدغك لو لقيتك. حاضر حاضر. يلا خلاص. اللي بقى عبد موته. معلش يا حبيبتي. معلش يا حبيبتي. يا استاذ محمود يا استاذ محمود. نعم. راضيني مش انا جدا لدك يا استاذ محمود. ايه شاطر يا مك. كان حلها بص خربشت لك عربيتك وبوظتها. جدع يا مك خدي. واي حد تشوفي فرشه العربيه تاني تقولي لي. حاضر يا استاذ محمود. وشوفيها هتشيل الفرشه وتيجي تقولي على طول. حاضر. اول ما تشيله تعالي لي. حاضر. يلا سلام. بقول لك حاجه يا حبيبتي بامانه الله، يعني هو عنده حق في كل كلمه.
انا والله وانا باكل عندك هنا ما خدتش بالي ان انت فرشه على العربيه. انت غلطانه برضه. انت غلطانه. انا قلت يا عمو ساعه واحده والم الحاجه وامشي يا عم. لا انت يا حبيبتي المفروض قبل ما تعملي اي حاجه تستاذني الاول. بص يا حبيبتي وممكن تجيبي ترابيزه خشب او اي ترابيزه دي تفرشي عليها عادي. طب انا اقول لك حاجه، انا دلوقتي هفرش لك على الكراتين بتاعتك دي، انا على راسي هفرش لك فرش جامد دلوقتي، بس انت ما تزعليش نفسك. بس ربنا يخليك يا عم توقفت جنبي. لا يا حبيبتي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. هو بس لا هيجي مش هيلاقي حاجه على العربيه. تمام شكرا يا عم. بس بعد كده ما تفرشش على العربيه تاني بتاعت حد. حاضر يا عم. اصل يا عم لما انا بفرش هنا يا عم مفيش حد بيشتري مني يا عم. لا لا كله هيشتري منك ان شاء الله يا حبيبتي. الارزاق دي بتاعت ربنا. رايك كده بقى يا حبيبتي؟ بصي اهو الفرش باين اهو كل حاجه زي الفل. طب والله احلى من على العربيه. مش كده احسن برضو؟ صح يا عمو. شكرا يا عمو. انا في الاول يا عمو كنت بفرش يا عمو على الشارع يا عمو عشان كان الناس كانتش بتشوف. لا بص حط بقى هنا، حط الكراتين كده وبعد كده الكراتين بتاعتك حوشيها افضلي علي فيها كده اهو، وهاتي لزق ولزقه تبقى جميله قوي والله. والله كده شكلها احلى. شكرا يا عمو ربنا يخليك. انت كده حسابك كام بقى يا حبيبتي؟ كده يا عمو 30 جنيه. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضل يا عمو الباقي. لا يا حبيبتي الباقي ده علشانك انت يا حبيبتي. 20 جنيه يا عمو الباقي. ده علشانك انت عشان انت وشك سمح بس. لا يا عمو ما ينفعش كده يا عمو. ربنا يبارك لك يا رب. بجد يا عمو؟ بجد فعلا. يعني انت يا عمو تقف جنبي وكمان يا عمو ما تاخدش الباقي؟ ما احنا كلنا بنساعد بعض. يلا بينا. زي العسل والله. ايه ضحكتك الحلوه دي؟ انت عارف يا عمو في طنط برضه قالت لي يا عمو انت مش بتفرش على العربيه عشان صاحب العربيه يتزعق لي، وانا ما سمعتش كلامه. لا بعد كده تفرش على الكراتين زي ما انت عملت. بعد كده اسمعي كلام الكبار، اي حد يديك نصيحه كبير اسمعي كلامه على طول، عشان هو شايف حاجه انت مش شايفاها. حاضر يا عم. تمام؟ حاضر. ماشي يا حبيبتي مش عايزه اي حاجه؟ لا يا عم شكرا. يلا بينا يا صاحبي. يلا ابو حميد. سلام. ده طيب قوي. اندومي اندومي بالفراخ طعم جميل قوي. اندومي شيف امنيه وبس. يلا اندومي اندومي شيف امنيه. اندومي 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 اندومي. هات 50 جنيه. هات 50 جنيه. لا بتاع هات ال 20 اللي بتاعتي حراميه. لا تقطعي البيت. انا زعلانه مني يا امنيه عشان ضربتك. زعلانه مني. معلش يا تعيش مني. الناس دول راحوا جابوني من بيتك يا جدعان وصلحت البيت وما حصلش مشكله. الحمد لله. فلوس الحمد لله. خلاص زعلانه مني يا حبيبتي. وثواني كده خدي 100 جنيه. خلاص اهدى بس. 200 جنيه مني عشان خدي. شكرا شكرا شكرا. 200 جنيه. يلا يلا حبيبي. انا بتاعتي يا عم. يلا وانت مش هسيبك. شلت البلاغ والله ما هسيبك. تعالي معايا بقى كده.